وايضا بينضم الينا عبر الهاتف اللواء بحري ايهاب طلعت حسن، مستشار رئيس هيئه قناه السويس السابق. سياده اللواء اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. يعني بنتابع طبعا هذا الحدث الهام جدا، التعويم للسفينه الجانحه، وخلال ساعات قليله جدا تعود حركه الملاحه في قناه السويس. ما هو تعقيبك يا فندم؟ الحمد لله على نجاح جهود رجال الهيئه المخلصين في تعويم هذا الحادث اللي كان اثر على العالم كل تاثير كبير جدا جدا، ويمكن حضرتك كنت بتتكلمي في الجانب الاقتصادي منه. صحيح. طبعا طبعا نجاح الهيئه في حاجه زي دي بالتأييد تاني اسهمها المرتفعه في العالم، واكيد ان ده هتاثر لفتره بسيطه جدا جدا اسعار التامينات هتزيد وكلام زي ده، بس في اجراءات اكيد الهيئه هتاخدها هتطمن المجتمع البحري، وان شاء الله كل حاجه هترجع لمجراها تاني ان شاء الله. انا كنت بتابع جهود رجال هيئه قناه السويس في عمليه التعويم. العمليه كانت صعبه ومعقده جدا جدا جدا. كون انها تمت بالطريقه دي وبالحرفيه دي وبالمهاره دي، ده يحسب لهيئه قناه السويس انها تأنت في اتخاذ رد الفعل، بحيث ان ما يحصلش دامج اكتر للسفينه او يحصل كارثه اكبر من الكارثه اللي حصلت. اتعاملت مع الموضوع بحرفيه تامه قوي، وكانت على مهل قوي، مع ان كانت الضغوط عليها عاليه جدا من جميع الجهات، وحركه التجاره العالميه كانت بتمثل عليها ضغوط جامد جدا. ودي اول مره في تاريخ مصر ان القناه تتقفل بسبب حادث، اللي قبل كده كانت اتقفلت بسبب الحرب وكلام زي ده. كون انها تناولت هذه الاجراءات بالشكل ده وبالطبيعه دي، العمليه لم تستغرق اكثر من 5 ايام، مع ان جهود جباره بذلت فيها، ده يحسب بقناه السويس. والحمد لله الحمد لله النهارده باذن الله كل الامور هترجع على مجراها. اي نعم هيبقى في اسبوع شغل صعب جدا 24 ساعه. صحيح. بس خلال الاسبوع ده باذن الله كل الامور هتتحل وترجع القناة على عهدها القديم باذن الله. خلينا نتكلم مع حضرتك في اللي جاي، في الفتره القادمه. توقعات حضرتك بشكل العمل في الفتره القادمه، خصوصا انه الفريق اسامه ربيع صرح لاكسترا نيوز منذ قليل انه سيتم العمل على مدار الساعه لتسهيل تيسير السفن الموجوده والمنتظره، وانه بالفعل في خطط تم وضعها للتعامل مع هذه السفن. أكيد مجموعة إدارة الأزمة بتحط خطة لكل شيء، خطة لعملية تعويم السفينة وخطة لما بعد تعويم السفينة. طبعا هيبقى في عمل دائم ودائم لمدة 24 ساعة يوميا، بحيث إن الأعداد اللي متراكمة بره بإذن الله تخش، وتخش في في في, في أسرع وقت وبإذن الله. بس طبعا هتاخد وقت، لأن مهما الناس اشترت فالسفينة القناة ليها قدرة معينة ما تقدرش تشيل أكثر منها. نعم. أنا بشكر حضرتك اللواء بحري إيهاب طلعت حسن، مستشار رئيس هيئة قناة السويس السابق، شكرا جزيلا لك.